يحتفل اليوم العالم العربي باليوم العربي لمحو الأمية، وتشارك المملكة في هذا اليوم باقي الدول العربية، وهي قد خطت خطوات كبيرة ومتقدمة من خلال وزارة التعليم وإدارة تعليم الكبار في مكافحة الأمية، انطلاقا من مشروع الملك المؤسس بدعوة الأميين للالتحاق ببرامج تعليم الكبار ومحو الأمية ضمن مشروع توطين البادية وبناء الهجر والقرى وتزويدها بالعلماء لتعليم أمور الدين. تكتب وتنطق إيش؟ على السكون. السكون يشبه إيش؟ القمر. يشبه القمر. الطالب، ما قلنا الطالب، قلنا الطالب. الكلمة اللي بعدها من يقرأها لنا؟ عنبو. ها؟ لا بغير. أبو خالد. العنبو. أو العنب أحسن. طيب اللام وش نوعها هنا، شمسية ولا قمرية؟ قمرية. ولا زالت جهود الوزارة مستمرة في محو الأمية في جميع مناطق المملكة، مما أدى لانخفاض نسبة الأمية إلى أن وصلت في الوقت الحالي إلى 5% تقريبا. وقدمت الوزارة برامج توعوية شاملة في مختلف المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية والصحية والمهنية. ويحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده حفظهم الله على دعم تعليم الكبار حتى يكتمل ويتحقق الرخاء والرقي لأبناء الوطن. الآن الحمد لله ما عندنا واحد أو واحدة إلا تقرأ وتكتب وتتعلم. الجامعات كما تشوفون الحمد لله في كل مكان، في كل منطقة جامعة جامعتين أو ثلاث، المدارس في كل محل، لتصل المملكة إلى رؤية 2030 بشعب واع وقادر أن يبني بلاده حتى تنافس دول العالم الأولى.